أجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. سبحان ربنا الأعلى الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير سبحانه، يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويغفر للمخطئين المذنبين، ويقبل اعتذار المعتذرين، جامع الأولين والآخرين، ديان يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربنا ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، سألني أحد الإخوة الأفاضل بعد الخطبة الماضية والتي كنت أتكلم فيها وفي سلسلة خطب متتالية عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت رحمته بأعدائه صلى الله عليه وسلم الذين آذوه وبالغوا في إيذائه، من خلال مواطن كثيرة ذكرناها لحضراتكم في الخطبة الماضية. قال يا شيخ: أستشعر أن كل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي العداوات والمقاتلة فيه حالة من الخور والجبن في الأخلاق، كأننا أمة مهانة مستكينة، كالذي يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ونحن صرنا في زمان تتداعى علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كنا هكذا منبطحين مع الأعداء في كل وقت حتى نضرب من كل حدب وصوب؟ وهل كنا بهذه الحالة من الضعف؟ لا، لم يكن الأمر كذلك يا عباد الله. ولذلك أردت أن أبين لحضراتكم اليوم عن رحمته صلى الله عليه وسلم في الحرب، وفقه الحرب عند نبينا صلى الله عليه وسلم، لتعلم أي منهج في شريعة غراء
قد احتارت له العقول ودانت له جميع الأمم بالفضل عربهم وعجمهم والحق ما شهدت به الأعداء. يا عباد الله، إن الإسلام قام وكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ملاقاة الأعداء قائم على اجتناب الحروب أصلا، قائم على اجتناب الحروب. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متشوفا للدماء ولا للحروب ولا لبسط السيف والقهر على الأمم، لا، لم يكن الأمر كذلك أبدا، بل قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يعني أيما كانت دولة معادية لدولتك التي أنت عليها حاكما ورئيسا وجنحت أي مالت للسلم فطاوعهم في ذلك ومل إلى ميلهم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. طيب ماذا إذا كانت الأعداء نياتهم فاسدة، قد أظهروا السلم ولكنهم أبطلوا الغدر والخيانة فجنحوا للسلم نفاقا، أجنحوا إليهم يا رب؟ قال له: نعم افعل ذلك، وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني اجنح للسلم لهم وإن كانوا يريدوا أن يخدعوك وأظهروا السلم وأبطلوا الغدر والخيانة، فإن الله حسبك وكافيك ومؤيدك وناصرك، ولكن افعل ذلك أولا لتبين رحمة الإسلام ورحمة الرسالة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذا قائم في دين الله عز وجل، أن السلم مقدم على الحرب. ولو تدبرت هاتين اللفظتين في كتاب الله، السلم والحرب، لوجدت أن السلم قد ذكر في كتاب الله 140 مرة بكل مشتقات هذه الكلمة، 140 مرة، ولفظة الحرب ومشتقاتها ما ذكرت في القرآن إلا 6 مرات فقط. وانظر الفرق بين 140 والست، كم تكون النسبة؟ تكون 98% لـ2%. وهذا هو منهج الإسلام القائم، وهذه هي نظرته صلى الله عليه وسلم للسلم عن الحرب، كالفرق بين هاتين النسبتين، أن السلم في ديننا 98% والحرب 2% وفي نطاق ضيق جدا. فهذا منهج الإسلام قائم على اجتناب الحرب والمحافظة على الأرواح والدماء وحرية الاعتقاد. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم معاتبا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وبين أنه لا يقبل إسلام المكره أبدا، فقال: لا إكراه في الدين، فليس له أن يبسط سيفه ليكره الناس على الدخول في الدين، ولو فعل لم يقبل إسلامهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فلسفة ذلك لصحابته، أن السلم وعمارة الأرض مقدم على الحرب وإزهاق الأنفس والأرباح وخراب الدور، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. هذا مبدأ من مبادئ ديننا، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تكون نفوس القادة الذين ولاهم الله أمور البلاد المسلمين أن تكون متشوفة للقاء العدو والحروب، بل سلوا الله العافية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كراهته للحرب طبعا، فقال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقهم الحارث وهمام، وأقبحهم حرب ومرة، وأقبحهم حرب ومرة،
فبين أن أقبح الأسماء التي تسمى حرب أن يسمى اسما يسمى رجلا بحرب. وما رواه الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه من حديث علي رضي الله عنه قال رزقت بابن الحسن فسميته حربا فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني هذا ما سميتموه؟ قلت سميته حربا يا رسول الله. قال لا بل هو حسن. فغير اسمه من حرب إلى حسن. قال والحسين فما سميتموه؟ قلت حربا يا رسول الله على اعتبار أن علي يقول قد اخترت اسما وأنا أختر اسما. قال لا بل هو حسين. فغير النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن رغبة علي رضي الله عنه أن يسميه حربا لكنه بيّن أن اسمه قبيح يذكر بالحرب والدمار والهلاك فبيّن ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال قط. ولك أن تتخيل 13 سنة في مكة وهو من أنفس بطونهم ومن أشرف بيوتهم ومن أعظم قبائلهم وكانوا أهل عصبية بالأنساب والأحساب وقد أوذي كثيرا صلى الله عليه وسلم ولو استنصر بقبيلته وقومه لفعلوا ولكنه لم يؤمر بالقتال أبدا بل أمر بالصبر وأن يقابل ذلك بالإحسان لا بالإساءة ولا يستنصر بقومه حتى يبين لهم منار الدين أولا فيفهموه. وإنه لم يؤذن بقتال صلى الله عليه وسلم قط على أن يكون بادئا فإن أول آية أذنت بالقتال عند بدر لما هاجر قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فما أذن بقتال إلا لما قوتل أولا وذلك أنهم خرجوا من بلادهم تركوا أموالهم ودورهم وأوطانهم عنوة وقهرا بعد تعذيب وتنكيل بالأجساد وبعد قتل أو حرق أو إغراق وبعد عزلهم عن الناس وحصارهم اقتصاديا ومع ذلك ماذا حدث؟ لعل سائل يسأل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الإسلام كما تقول غير متشوف للحروب أو الدماء فلماذا كل هذه الغزوات؟ لماذا غزا كل هذه الغزوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم غزا ما بين غزوة كبيرة أو سرية الغزوات 25 أو 27 غزوة وإذا جمعنا إليها السرايا وجدت أنها 63 معركة 63 معركة في 10 سنوات صلى الله عليه وسلم 63 معركة في 10 سنوات ونتحدى أهل الأرض قاطبة قديما وحديثا إذا كانت معركة واحدة منها كان البادئ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدى حتى الذين يقولون إن الإسلام فيه جهاد دفع وجهاد طلب لا يفهمون هذه الكلمة فجهاد الدفع معناه أن المسلمين إذا غار عليهم العدو في بلادهم فعلى رئيس البلاد وحاكم الدولة أن ينادي بالنفير العام لصد العدوان ودفعه عنهم فهذا هو جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فلم يكن للأمم المسالمة بل الأمم المعادية التي تجهز
لملاقاته، وقد يخشى إن بدأوا هم الهجوم عليه أن يستبيحوا بيضة المسلمين، فله أن يستبقهم، لكن ليس لأي دولة، لدولة معادية قد حاربته أو تحاربه أصلا. أما الدول المسالمة أبدا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أحدا بقتال، وخير شاهد على ذلك بعض المستشرقين بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نشر دينه بالسيف، والدليل على ذلك أنه كانت الحروب بينه وبين قريش. طب ده شيء مفهوم، لماذا أخرج سرايا أو معارك إلى الروم وإلى فارس؟ لأنهم هم الذين ناجزوه القتال أولا، وبدأوا به أولا، وتحالفوا مع القبائل من مشركة العرب أو من مشرك العرب أولا. ولك أن تتخيل إذا كان الأمر كذلك، فالحبشة قد كانت معقل الدولة الصليبية في زمانهم، وهي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو الذي يأتي البلاد فيغزوها أولا، فلماذا لم يذكر عنه حرب مع الحبشة آنذاك؟ لأنها لم تكن دولة معادية أصلا، بل كانوا مسالمين. فإذا كانت دولة الإسلام كما بينها الإسلام مسالمة، تريد أن تحيا بدينها ورسالتها وتبلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا غار عليها عدو من خارجها، كل المواثيق الدولية في نظام الحرب التابعة للأمم المتحدة تقر ذلك، أن على كل دولة جاء عليها عدوان من الخارج أن رئيس الدولة يدفع الشعب والجيش لصد هذا العدوان. هذا أمر اتفق عليه العقلاء بين الناس. فلما كانت الحبشة دولة مسالمة هي في حالها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في دولته في حاله، ولم يبدأ أحدا بقتال أبدا، وخير شاهد الحبشة لمن أراد أن يلبس عليكم ذلك. تقول 63 معركة لم يبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتال. نعم، ونتحدى قتاله مع المشركين. أول معركة مع المشركين كانت متى؟ في بدر. تقول المؤمنون هم الذين تعرضوا لقافلة أبي سفيان، لا، ليس الأمر كذلك، ليس هذا هو البداية أبدا، بل إنهم تركوا لهم الدور والبلاد وتركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى الحبشة مرتين، وأرسلت قريش وفدا لتسليمهم من ملك الحبشة، لكنه أبى لكونه ملك لا يظلم عنده أحد، ورجعوا بعد ذلك وقد تحملوا كل أنواع القهر حتى هاجروا إلى المدينة. وبدأت قريش تتواصل مع اليهود الذين هم من ساكن المدينة، ومع بقايا الوثنيين مشرك العرب الذين ما زالوا على دينهم، بالرغم من أن رئيسهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يؤلبوهم عليهم ويضيقوا عليهم حتى يخرجوا المسلمين مرة أخرى من بلادهم، وقد أخذوا أموالهم وصادروها ودورهم وباعوها بأبخس الأثمان وأكلوا ثمنها، أذوا في كل شيء، حيل بينهم وبين أهليهم، ولم يكن لهم منفذ ولا مناص. ففكر بعض المسلمين أن يضغطوا عليهم حتى يتركوهم وشأنهم، فقالوا نتعرض لقافلة أبي سفيان، وبالفعل تعرضوا للقافلة، لكن هل أخذوا منها شيئا؟ هل غصبوا منها شيئا؟ إنما أرادوا إرسال رسالة فقط، أن اتركونا في حالنا ولا تبادئون العداوة، فقد هجرنا أرضكم وتركنا أموالنا ودورنا لكم، فحسبكم حالكم وحسبنا حالنا. فلم يغصبوا منها شيئا ولم يقتحموا القافلة، بل هي رسالة. ماذا فعل؟ فر أبو سفيان بالقافلة وأرسل رسولا إلى أبي جهل ليستعدي قريش على المدينة ومن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجهز أبو جهل
ومن معه من صناديد مكة جيشا قوامه 1000، وانطلقوا حتى لقوا أبا سفيان في نصف الطريق، وقال الأخمس بن شريق: ها قد فزنا ببضائعنا ولم نخسر منها شيئا، فلنا أن نرجع إلى بلادنا مرة أخرى ونؤثر السلامة طالما أنه لم تكن هناك خسارة. لكن أبا جهل تولى كبره وقال: لا، حتى نقيم النار وننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني القيان 3 أيام حتى تعلم العرب أن قريش ما زالت ذات هيبة. ومكث في نصف الطريق 3 أيام ليسوق هيبة قريش، ثم تولى كبره وانطلق لهم في المدينة، فكان البادئ هو بالقتال ولم يبدأ أبدا بقتال. وحصل فيهم مقتلة عظيمة، قتل منهم 70 وأسر 70. ومن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل تعليم الكتابة والقراءة، من عليهم بإخلاء سبيلهم لمن أسر منهم، ورجعوا إلى دورهم حيث مكة مرة أخرى. فهل هدأوا؟ بعدها بسنة جهزوا جيشا قوامه 3000، وعادوا الكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، حتى حدثت المقتلة العظيمة في أحد، وقتل 70 من كبار الصحابة منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعوا وقالوا: هذه بتلك، خلصنا، هذه بتلك. فهل هدأوا في حالهم؟ بعد 3 سنوات قد ذهبوا إلى جميع قبائل قريش ومن جاورهم من نصارى العرب من أهل نجران، وتحالفوا معهم على أن يكونوا جيشا عظيما سمي بجيش الأحزاب، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في المدينة حتى حفر الخندق ليحتمي به حول المدينة. وكانت غزوة الخندق التي أرسل الله عليهم ريحا وجنودا فخلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، ورجعوا. هدأوا بعد ذلك؟ لم يهدأوا. في كل مرة لم يكن البادئ هو صلى الله عليه وسلم، لم يهدأوا أبدا، حتى إنه عاد في سنة 6 هجرية للعمرة وهو مرتدي هو أصحاب لبس الإحرام، وساق الهدي وهي مقلدة، يعني هدي للذبح وللنحر في البيت الحرام، ومع ذلك حالوا دونه ودون البيت الحرام، وقال: والله لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم عليها. وكان صلح الحديبية صلحا مجحفا في المقام الأول، لكن ديننا قائم على تجنب الحروب، وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وبالأمم قاطبة. ورجع. هل هدأوا؟ لم يهدأوا، حتى ذهبوا إلى قبائل منهم وتحالفوا مع بني النضير، مع بني قريظة من أهل المدينة، ليغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فجهز الفتح، وكان فتح مكة. ولما أتاهم في دورهم وتمكن منهم لم يقتل منهم أحدا، بل أخلى سبيلهم جميعا. ولما حصل فتح مكة، هل قهرهم؟ هل أدخلهم الإسلام بالسيف؟ لا والله، بل نادى أن الناس مؤمنون على دينهم، فمن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وأمر الجيش ألا يقابل إلا المقاتلة، ولم تهرق قطرة دم واحدة. بعد كل هذه المكائد لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وشهدت رحمته الأعداء جميعا، حتى قال قولة سجلها التاريخ لها صولة وجولة قديما وحديثا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهل هدأوا بعد ذلك؟
لم يهدأوا والله، حتى حالفوا غير قبائل العرب من بقايا الروم. فكانت غزوة تبوك بعد ذلك، وكانت غزوة حنين بعد ذلك بعد الفتح. فلم يبدأ أحدا أبدا بقتال، وهؤلاء هم الذين أكثر له العداوة وأشد من أنجزا. من أيضا كان هناك؟ اليهود في المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وضع وثيقة مواطنة وأمنهم على دينهم، وأخبرهم أنه هو وجنوده يدافع عنهم. فماذا فعل؟ لماذا كانت حروبه مع اليهود؟ أولا بنو قينقاع نقضوا وثيقة المواطنة في المدينة، وجعلوا امرأة مسلمة وهي تشتري في السوق، فزرعوا شوكة في ثوبها فعروها حتى استغاثت بالمسلمين. فلم يكن أبدا هو البادئ، بل لدفع مظلمة وخيانة وغدر للعهد. أما بنو النضير فماذا فعل؟ لماذا كانت حربا بينه وبين بني النضير؟ لأنهم أرادوا أن يثأروا لما حدث في بني قريظة. هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير بصنيعة بني قريظة أو بصنيعة بني قينقاع الذين عروا المرأة المسلمة؟ لا لا، كانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. لما فعل هذا الرجل من بني قينقاع وشكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، التفوا حول هذا الظالم وناصروه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر لحرمات المسلمين، إذ هي مسؤولياته، وانتصر لهم، ولم يأخذ بني النضير ولا بني قريظة بصنيعهم. لكن بني النضير أرادوا أن يثأروا لإخوانهم اليهود من بني قريظة، فاختبأوا للنبي صلى الله عليه وسلم على سطح بيت وهو مستند إلى الجدار، وأرادوا أن يلقوا حجرا على رأسه ليغتالوه ويقتلوه. فبادأوا هم بالعداوة ونجزوه، فكانت الحرب بينه وبين بني النضير. أما بنو قريظة فكانوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، وأخبرهم أنه يدافع عنهم، وهم مؤمنون على دورهم ودينهم وصوامعهم ومعابدهم، وأن جيش المسلمين كله تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غارت عليهم أمة من دونهم أن يحارب عنهم ويفديهم بالروح والدم. ماذا فعلوا؟ ذهبوا وتحالفوا مع قبائل قريش. لما أرادت قريش أن تغير على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وقالوا يأتي إليكم فتكونوا أنتم من الأمام، فإذا أراد أن يرجع إلى المدينة فررا منكم، تحصلنا في المدينة فأغلقناها عليهم حتى يكونون كالكماشة عليه بين اليهود وبين قريش، فمكنه الله منهم. أما حربه مع النصارى فثلاثة حروب: الغساسنة قبائل نصارى الشام، وكانت النصارى قليلين جدا، لم يكونوا كثرة في جزيرة العرب، بل كانوا قليلين، وكانوا يستمدون قوتهم من الدولة العظمى الروم آنذاك. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت المزادي رسوله يخبرهم ويحدثهم عن الإسلام، فغضبوا لمجرد أن أرسل رسولا، قالوا كأنما أنت رسول محمد. قال نعم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضوا عليه بالرغم من أن المواثيق الدولية تمنع من قتل الرسل، وقتلوه صبرا، صلبوه ومنعوه الطعام والشراب حتى مات صبرا. ثم أرسلوا بجسده أو ببعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إهانة له ولقومه. فكانت الحرب، لم يبدأ أبدا هو بقتال صلى الله عليه وسلم. ولما تكالبت عليه الفرس والروم ناجزهم بالقتال. 63 معركة ما بين غزوة وسرية نتحدى، وكتب التاريخ ليس التي كتبها المسلمون بأيديهم،
بل التي كتبها المستشرقون بأيديهم من غير المسلمين تشهد بهذا. حتى قال أكبر المستشرقين إن محمدا صلى الله عليه وسلم غلبت رحمته في الحرب رحمته في السلم. فهذا هو ديننا، نحن أمة مسالمة، لم يبسط الإسلام ولم ينتشر بالسيف، ولا يجوز لنا أن لرئيس دولة مسلمة أبدا أن يبدأ بقتال دولة أبدا حتى تكون هي البادئة أولا. هذا منهاج ربنا في القرآن، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا بد أن يكون البادئ من غيرنا، ولا يحل لأحد من أمة الإسلام أن يبدأ رئيس أي دولة أيا كان أن يبدأ أحدا من الأمم، وليس لأفراد الشعوب أبدا أن يتولوا هذه المهمة إلا رؤساء الدول حتى لا تكون مهزلة. هذا هو ديننا وعقيدة أهل السنة والجماعة التي تضافرت على ذلك، أن قرار الحرب بيد رؤساء الدول وطبقا للمواثيق الدولية وليست من شأن الأفراد أبدا، وإلا كانوا بغاة وخارجين عن الطاعة ولا يحل لهم ذلك أبدا. هذه عقيدة المسلمين. ولو نظرت إلى أخلاقه في الحرب، إذن رحمته كانت بتجنب الحرب ابتداء، فلو اضطر للحرب وقاتل هل كان يبادر بإهراق الدماء؟ لا والله، لما أرسل عليا إلى خيبر قال يا علي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني تمهل وتأنى ولا تبدأهم، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما افترض عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. ولما قام رجل من المشركين قد أكثر مقتلة في المسلمين، قتل من المسلمين كثيرين في معركة من المعارك، وقام أسامة بن زيد عليه بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، قالها متعوذا من السيف، فقتله أسامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا شققت عن قلبه، ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، بالرغم من أنه قتل مقتلة عظيمة من المسلمين، لكنه كان يتمنى أن لو يعصم الناس. قال اقبلها منه لعله بعد ما فعل ما فعل يرى أنك قبلت ذلك منه فيتعظ ويبتعد عن عداوتنا. وهذا ما حصل معه بالفعل لما أرسل عبد الرحمن بن عوف لبني المصطلق، قال إذا مكنك الله منهم فتزوج ابنة كبيرهم ليؤلف القلوب. ومكن الله عبد الرحمن بن عوف من بني المصطلق الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهد، وأسر منهم الكثير، ثم تزوج ابنة رئيسهم فأسلم سيد بني المصطلق وأسلم قومه من بعده، وحقن الله دماءهم بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا عين ما صنع لما غزا بني النضير بعدما أرادوا أن يغتالوه، وكان كبيرهم حيي بن أخطب، وتزوج ميمونة بنت الحارث صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر، كانت من ضمن القسم في السبي ابنة صفية بنت حيي بن أخطب، بل كانت ميمونة بنت الحارث، ليس في بني النضير، كانت ميمونة بنت الحارث، وأبوها سيد بني قريظة، وهي في السبي. ماذا فعل؟ أمنهم على دينهم وأموالهم وديارهم بشيء أظهر فيه الرحمة، تزوج ميمونة بنت الحارث صلى الله عليه وسلم، أولا أعتقها لأنها وقعت في السبي فصارت رقيق، أعتقها، فلما أعتقها صلى الله عليه وسلم أسلمت حبا في صنيعه، لأنها علمت ما فعل قومها به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء على نفسه وأعتقها، فلما أعتقها أسلمت، وهي ما تزال في حال الحرب.
فلما أسلمت أعلن النبي صلى الله عليه وسلم خطبتها وتزوجها ودخل بها ليؤكد الزواج. فاستحى المؤمنون أن يكون لهم سبي من قومها، قالوا أتسبون أنساب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأعتقوا كلهم من كان تحت السبي في أيديهم، فأسلم قومها وصارت أما للمؤمنين. وهذه أخلاق في الحرب ذاتها بعد التنكيل والنكاية. نحن أمة الإسلام، السلم من مشتقاتها، في قوة وشدة بأس، في غير خور عزيمة أو جبن أخلاق، لكننا أبدا ندعو إلى السلم ونجنح لها، وإن خانوا وعاهدوا وغدروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا عالجته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أذهبته، ولا غما إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اشرح للإسلام صدورنا، واملأ بفيض الإيمان قلوبنا، تقبل منا أعمالنا، ارفع لنا درجاتنا، حط عنا خطايانا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم وسع لنا أرزاقنا، واقض عنا ديوننا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، وأصلح لنا أزواجنا، وثبت على الحق أقدامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأنج عبادك المستضعفين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، وارفع عنهم البلاء، واحفظهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم وديارهم وأموالهم وأوطانهم، واقلب الدائرة على عدوك وعدوهم. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. تنبيه هام إخوة الإيمان، الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون بلاك فرايدي كما تعلمون، وإخوانكم في آدم فرنيتشر يسألونكم التخفيف، فنرجو عدم ركن السيارات عند إخوانكم في آدم فرنيتشر، لأنه يوم عمل عندهم والباركين مخصص للكاستمرز. قل لي إن شاء الله، فأرجو أن تلينوا في يد إخوانكم في هذا الأمر. رجاء الجمعة القادمة إن شاء الله لا يركن أحد سيارته عند إخوانكم في آدم فرنيتشر، لأنها جمعة مهمة بالنسبة لهم. جزاكم الله خيرا، أقم الصلاة.